طلع عليها. طلعت يعني دوري النظافة تحول، اشتغلت يعني مثل بنت العاملات، يعني نفوت بين الكرفانات ونشتغل، يعني شغلنا محدد بين الكرفانات لحد ما عرضوا علي اطلع سوبرفايزر، قبلت يعني طلعت يعني اشتغلت، كان معي 9 عاملات عني العاشرة، يعني مثلا اشرف عليهن، نطلع الصبح جولة عليهن نشوفن مثلا لابسات اللباس تبعهن وعم ينظفن موجودات من موجودات. الأول يوم نعطيه مثلا أكياس لكفوف، وبعدين بعد الظهر بعد الساعة 1 نروح نوقعهن، هيك يعني على مدار الأسبوع. أنا أول راتب والثاني عملت فيه إني اشتريت براد لأنه ما كان عندي براد، والباقي يعني لما استلمت اشتريت أواعي لأولادي. أنا يعني قاعدة أساعد جوزي لأنه وضعه في سياق التجريب. موضوع ابني يعني عارض شوي، وجوزي ما عارض يعني، وفي واحدة من خواتي بس لما والجيران عارضوا، بس أنا لما شفت حالي إنه أنا بحاجة يعني رجعوا قالوا لي لأنه بحاجة رجعت يعني شجعوني ورجعت اشتغلت أحسن ما أمد إيدي للناس، يعني الوضع صعب لو مو بحاجة كمان ما بشتغل، بس الحاجة أجبرتني. من خلال عملي إني يعني كوضع بيتي حسنت، ووضع أولادي يعني أحسن من الأول يعني إلى آخره.